تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده طبعا من سيرفي برشلونه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع برشلونه نيوز على الفيسبوك، وايضا موجودين ايضا الشباب على انستغرام. طبعا ممكن البعض بيقول ليش هالطالع لايف بسيرفي برشلونه، ببساطه لاني مسافر وكان المفروض ربما اعتذر وما اطلع بالحلقه، لكن بدايه الموسم نتكلم عن تغيير في مدريد، تغيير في برشلونه كبير، قلت مش منطق نعتذر في بدايات الموسم حتى لو اني انا مسافر وطالع اجازه اسبوع، فكان مفروض انه نطلع معكم، فاعذروني يعني حتى حيكون معي ورقه فلاني مش حنسى يعني مش حتذكر كل شيء بسرعه. ايه حنشوف، وان شاء الله خلال الحلقه حشوف اسئلتكم معي، كل نقاط المباراه اللي بحكيها بالعاده بالسيلفي، وبشوف كل التعليقات اللي عندكم، اذا عندكم اسئله او شيء حنحاول ندخلها ايضا في حلقه اليوم. ممكن بلش كومان زي ما شفنا بالتشكيلة نفسها اللي لعبت المباراة الأولى وبالأسماء نفسها وبالشكل نفسه، هذا ببساطة بعطيك إنه كان في رضا عام بعد المباراة الأولى، بس اليوم الشوط الأول تحديدا ونهاية الشوط الثاني كشفوا أمور أعتقد واضحة جدا. ودائما أنا بتكلم بقول بداية الموسم كثير مهم جدا يكون في معاناة، كثير مهم يكون في مشاكل، لأنه لما تبلش المعاناة والمشاكل في البداية انت بتكشفها، بيكون عندك وقت تعالجها، ما بصير في اشياء ما بتتخلص منها، فبالتالي بعد شوي يعني بعد 10 12 مباراه بشكل معين بشيء بيكون عاجب اللاعبين عاجب الجمهور بصير صعب تتغير. الان من اول مباراه بتقدر تغير، من ثاني مباراه بتقدر تغير، هذه هي اهميه المعاناه في بدايه الموسم، انها بتخليك تبلش تتطور قبل غيرك، هذا انا دائما بتكلم فيه. اليوم بين في مشكلتين اساسيات، الفريق بالصعود بالكره بدون ميسي ما عندوش الحل السحري، ما عندوش اللاعب اللي تعطيه بنص الملعب وبيطير وبنطلق وبيخلص لك الموضوع. فبرشلونة بالشوط الأول كان سيء جدا تحت الضغط، كان مش قادر يطلع أبدا بالكرة بالخلف، كان عنده مشاكله. بالشوط الثاني اتحسن زي ما شفنا. كيف تحسن؟ لأنه الصعود بالكرة قائم على بس شغلة بسيطة جدا، هي التمركز، هي كيف بتمركزوا اللاعبين. بالشوط الثاني صرنا نشوف الأظهرة ما عم بيصعدوا كثير قبل ما تصعد الكرة، يعني كانوا عم بيستنوا لقدام، لا صاروا يرجعوا. جريزمان دخل بالعمق، دي بايرا على اليسار، اتحرك الفريق شوي، دي يونغ راح على اليسار طبعا، وبعد شوي لما نزل روبرتو صار هو اللي عم بيرجع، فصارت خيارات التمرير أكثر بالصعود وقربوا قلبين الدفاع أكثر من نيتو لما تروح له الكرة، وبالتالي تحسن كل شيء بالصعود بالكرة. لكن برشلونة اكتشف بالشوط الأول إنه مش جاهز كأفكار، ما عندوش حلول أخرى تحت أمام أو أمام بعض أشكال الضغط بالكرة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني واللي تعلمناه جميعا وكنت كاتبه قبل ما ينطرد إريك غارسيا، اللاعب واضح جدا عنده مشكلة رهيبة بالخبرة، عنده شيء خطأ بالخبرة. طبعا أنا بشوف الجميع، شكرا وشكرا لكم جميعا يعني، والناس اللي بيشكروا وهذا، والناس اللي بيحكوا عن جريزمان، حنرجع لنقطة جريزمان، الناس بيقولوا الحكاية عن جريزمان وغيابه اليوم. النقطة الثانية عن إريك غارسيا، قلة الخبرة واضحة، يعني مش منطق يخدعك لاعب زي ويليامز أربع خمس مرات بنفس الطريقة، مش منطق دائما يعطيك ظهره ويسبقك، مش منطق دائما تتفاجأ إيه معاملها أربع خمس مرات قبل ذلك يا إريك غارسيا. هذا الانخداع المتكرر كان سبب الطرد بالنهاية، أو كان هو سبب الطرد بالنهاية، لكن اللاعب ظهر جدا إنه فعلا 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 ناقص خبرة، ناقص اعتياد، لأنه ما بدنا ننسى شغلة مهمة، هذا اللاعب السنة الماضية تقريبا ما لعب مع مان سيتي، بس إريك غارسيا يعني شوي بعيد. طيب من أهم الأشياء اللي خلت المعاناة بالشوط الأول اللي هي إنه الوسط والهجوم بدنيا وحركيا كانوا ضعاف جدا اليوم. الهجوم بالشوط بالمباراة الأولى مدحناه وقلنا دافع وانطلق وتقدم وكل هذا، حتكلم عن جريزمان بعد هاي النقطة إن شاء الله. اليوم ما عمل هذا الشيء، خط الوسط ما عدا دي يونغ حركيا كان محدود، بدري بوسكيتش ها بتحسه متقال، هذا الشيء دائما كان يخلي مساحات كبيره امام المدافع وخلق مشاكل كبرى بالشوط الاول، مع نزول روبرتو تحسنت هاي الناحيه بشكل واضح، لانه روبرتو ساند دي يونغ في مساله التعاون، في مساله انهم يكونوا اللاعبين مع بعض، في مساله الكثافه العدديه. طبعا في شغله ثانيه، كان برشلونه بالشوط الاول عنده فكره واحده بس للصعود بالكره، فكره واحده، وهذا الشيء خلاهم متوقعين، خلاهم سهلين. بتشوف ديون بيعطي بدري، بدري بيعطي ألبا، ألبا كالعادة بكون عنده ثلاث خيارات، ما بتعرف ليش 70% من خياراته هي دائما الخيار الغلط، ليش دائما الخيار الغلط. الناس اللي بيقولوا وفاة جد إريك غارسيا، طبعا أكيد المسألة الذهنية بتأثر، لكن أعتقد اللاعب عنده مواقف يعني بأكثر من مباراة حتى مع إسبانيا، عنده قلة خبرة محتاج، وبالتالي مش ضروري يتحول لأساسي بيوم وليلة، مش ضروري تعطيل المقعد الأساسي على طبق من ذهب. أنا بعلق على التعليقات. بالنسبة لجريزمان قدم مباراة سيئة جدا،
ما كان موجود بالشوط الاول تماما، بالشوط الثاني صار بالعمق صار موجود. لكن خلينا نرجع نحكي، جريزمان مش ليونيل ميسي، جريزمان مش هو اللاعب الخارق اللي حيفوز كل مباراة ويعمل كل شيء في كل مباراة، هو ليس ذلك، هو لاعب بدك لسه وقت توظفه. انت تطلع لاعب من أزمة ثقة، الآن هو أزمة ثقة عشان موسمين، مش بيوم وليلة حيصير اللاعب الواثق بنفسه والمستقر والبطل والشخصية. برشلونة كله محتاج وقت، ولازم ما ننسى برشلونة السنة الماضية بوجود ميسي في البدايات تعادل مع قادش إذا ما خاب ظني، خسر مع ختافي وتعادل مع اشبيليا، يعني الفريق ضيع نقاط سهله في بدايه الموسم الماضي ايضا بوجود ليونيل ميسي. الفريق ربما عنده مشكله بدايه بطيئه مع كومان الموسم الماضي، والموسم الموسم اليوم مباراه اليوم كان فيها كلام مهم هلا حنوصله شوي شوي. يعني هذا بالنسبه لجريزمان عشان معظم الناس بيحكوا هذا، في ناس بيقول لك برشلونه حينتهي بالمركز السادس، بدري كثير بدري كثير بدري كثير. وزي ما حكيت جاوبت على الناس اللي بيتكلموا على مساله جد إريك غارسيا، أربع خمس مباريات دائما خلينا نعطيه كمان أربع خمس مباريات نحكم، لكن قناعتي الشخصية اللاعب محتاج وقت. نروح على النقطة اللي بعدها، طبعا نيتو تحت الضغط كان كارثة، كان مشكلة كبيرة، وفي مشكلة عند نيتو أخرى لازم تنتبهوا لها يا شباب، اللي هو إنه لو تألق ولو عمل أحسن ما عنده مش حيصير أساسي، الأساسي شتيجن. هذا الشيء بيخلي اللاعب بيخلي الحارس انه لو غلط اليوم مش كثير مهتم يراجع نفسه، لانه عارف شو ما عمل هو احتياطي، وهذه مشكله كبيره لما تكون انت مركز وما لك مركز اساسا مش حتلعب. فبالتالي اعتقد لو تكلمنا عن نيتو تحت الضغط ولو تكلمنا عن مساوئه، ونيتو اليوم طمع بلباو لانه لما شافوا انه الضغط عليه عم بجيب نتيجه طمعوا اكثر ضحوا اكثر شافوا فيه نتيجه، فبالتالي اعطاهم كثير شيء كويس، لا يعني كثير حافز كثير دعم، يلا اضغطونا اكثر لانه انا عم بغلط. هذا بالنسبه لنيتو. اليوم مباراه اليوم اذا بدي اتذكروا في الحلقه الاولى انا حكيت انه اذا في شيء حيخلي برشلونه، واحد بيقول لي 4 5 مرات 15 نقطه حنشرحها الان، اذا في شيء بيخلي برشلونه يتالق هذا الموسم ويمشي بعيد بهذا الموسم فهو ثلاثي الوسط، لانه بدري ديونج بوسكيتش في اليوروب، بدري ديونج بوسكيتش بالمنطق خبرة، لاعب من أحسن لاعبي الوسط بالعالم زي ديون، لاعب موهبة جدا زي بدري، هذول الثلاثة مع بعض بشكله ثلاثي وسط تقدر تراهن فيه وتشوفه وتقارنه بفرق أخرى بخط الوسط بتشوفه من التوب بأوروبا. لكن خط هجوم برشلونة كأفراد مش من التوب بأوروبا، خط دفاع برشلونة كأفراد مش من التوب بأوروبا، فبالتالي الرهان كله دائما على خط الوسط. فلما هذا الخط ما يكون بيومه زي مباراة اليوم برشلونة حيعاني، برشلونة محتاج فكرة جديدة، وبالتالي شفنا الفكرة الجديدة اللي جاءت مع روبرتو ديمير واللي جابت نتيجتها. وهدف اليوم يعني هدف بلباو اليوم كان اختبار ذهني رهيب جدا جدا جدا. في ناس بيقول لك جد غارسيا مات، هذه حجة. ليش اختبار ذهني؟ فرق متأخر بهدف مقدم 50 دقيقة سيئة ومش واجد حلول، لسه كان لسه مش عم بيدخل المباراة، بس بعد ذلك برشلونة لعب أحسن، بعد ذلك شفنا الدست حتى عم ببادر، شفنا الفريق كله عم بحاول، كومان عم ببدل تبديلاته، فالفريق اثبت اليوم انه ذهنيا في شيء، في شيء تراهن عليه للمستقبل، ما في داعي للاستعجال. بالنسبه للي حكوا عن اربع خمس مباريات، برشلونه بمر كله في مرحله تغيير، كله كامل مش بس ليونيل ميسي، الفريق كله عم بحاول يغير، بحاول عم بيعيش بمساله ميزانيه اقل، بحاول عم بيكون واقع اكثر، وبالملعب ايضا في تغييرات كبيره عم بتصير بهذا الفريق. فمش بيوم وليله رح تنحل الامور، واحد بيقول لي اربع خمس مباريات، لانك انت لما تبني مشروع رياضي ما بتبنيه عشان موسم واحد، ما بتبنيه عشان دوري موسم واحد. المنطق كله بيقول برشلونه لازم ما يفوز بالدوري السنه هاي، بعد كل مشاكل وغياب ميسي مش لازم يفوز، بس اللي لازم يطلع منه برشلونه اساس قوي لفريق نقصه صفقه او صفقتين بالصيف الجاي ويصير مرشح لدوري ابطال اوروبا. هذا المنطق، كيف تبني فريق للمستقبل، مش زي كيف تبني فريق لبعد بكره. وهذا فعلا اللي عمله لابورتا زمان في التجربه الاولى، مش من اول يوم جاب القاب، استنى ل 2004 ل 2005 اخذ الدوري، و2005 2006 اخذ دوري ابطال، اخذ الموضوع معاه وقت لعند ما صلح الامور رياضيا وفنيا وحتى تسويقيا. طبعا ديباي ما في نقاش، اللاعب قوه شخصيته صارت واضحه للجميع. الشيء الاخر اللي بتحبه بديباي وبتشوفه بديباي انه بيطلب يلعب، بيدخل باللعب، لما يكون معزول مش موجود لا بغير مكانه بروح بتحرك، انا حابب العب حابب اجي. واحد بيقول لي ما ضلكش تفقنا ببرشلونه وتصدمنا، انا ما بفق لكم، انا بقول لكم الموضوع بده وقت. والشيء الاهم هذا كله بديباي انه اللاعب عم بجرب، يعني بجرب حلول اكثر، بحاول يجرب اكثر. فكره الهدف اليوم هي تجربه، تجربه جديده، اللاعب مش عم بيستحي يوري شو عنده،
بالمقابل لو شفنا لما دخل اراوخو الفريق كله تحسن، الفريق دفاعيا تحسن مع اراوخو، اللاعب دفاعيا ممتاز بالتوقع، دائما تلقى قارئ اللاعبين بشكل افضل، ما حدا قدر يخدعه باي كره من الكرات، وثانيا بالواحد لواحد اللاعب ممتاز، ربما هو على الكره أسوأ من لاعبين اخرين موجودين في برشلونه، لكن بالمستوى الدفاعي الفردي انا اعتقد اراوخو انك تيجي تاخذ منه المكان الاساسي فجاه وتعطيه لايريك جارسيا فيها نوع من المحاباه لهذا اللاعب. بتكلمش عن مباراه جارسيا اليوم، بتكلم بالمنطق العام. انا لعبت معك السنه الماضيه، اخطائي كانت جدا قليله السنه الماضيه، ما كان عندي كثير عيوب، واليوم انت عم تيجي فجاه بتقول لي اقعد احتياطي. انا اعتقد اراوخو بيستاهل بعض الفرص كاساسي عشان نشوف مين الاحسن من المدافعين ويكون هو الاساسي بجانب بيكي. بالنسبه لريكي بوي، ناس بتسالني معواد شو بالنسبه واحد بيقول انا هادي عليه محمد كيفك، بالنسبه لريكي بوي ناس بتسالني كثير شفتهم بالتعليقات انه ليش شو مشكلته، خلينا نكون يعني علقت انا بالموضوع بس خليني اشرحه هون. انت لاعب جيد كويس بس مدربك اجى قال لك ما لكش فرصه، ما مش حنقدر نلعبك، اسفين. المفروض لو انت بدك مسيرتك تطلع، لانه ممكن كومان ينجح السنه هاي وبالتالي يستمر السنه الجايه ويضل يقول لك انا اسف، بصير راح من عمرك 3 سنين. لو انا بدي افكر مع ريكي بوي بشكل منطقي بقول يا اخي انا لعيب بروح على فريق، بروح يعني اعاره، لو انا شاطر جدا بتالق هناك وبحاول اعطي هناك، الناس ترجع وبحاول هناك الفت الانتباه لبرشلونه انه رجعوني ولعبوني وخلوا كومان يفهم انه انا شاطر، وهذا ممكن يكون الحل. لكن استنى كمان سنه، بصير لي 3 سنين بعيد عن الشاشه، 3 سنين بعيد عن الاعلام، وبالنهايه برشلونه لما يشوف انه انا اموري فريق ماشي بدوني صح مش كثير حيضغط على كومان، وبنفس الوقت عم بتضيع مني السنين. انا اعتقد الان المشكله بريد بايد ريكي بوي. بالنسبه لكومان، الناس بتقول لك احكي لنا عن كومان، حنحكي عن كومان بعد شوي. وطبعا احنا تكلمنا عن مساله كيف تحسن الصعود بالكره وهذه شغله مهمه، وخليني احكي عن شغله كانت عيب في برشلونه اليوم بشكل عام. بالماضي الموسم الماضي كنا نشيد بفكره دخول ديونج وبدري على الصندوق ويستفيدوا من هذا الشيء، السنه هاي الفريق مش عم بيستعمل هذه الطريقه، وهذا معناه انه بكثير كرات عرضيه زي ما كنا نشوف عدد اللاعبين داخل الصندوق قلال، عدد اللاعبين داخل الصندوق فعليا يعني مش كافي، فالكره اللي بتيجي بظهر الدفاع لا بالباو، ما فيش ذلك لاعب واحد دائما، بالتالي كانك بتلعب العرضيه لغايات العرضيه مش اكثر ولا اقل. نرجع ناكد بمختصر قبل ما نبلش بالتعليقات، الفريق محتاج وقت عشان نبلش نحكم، الفريق محتاج وقت عشان نبلش نحكي عنه. بالنسبه لكوتينيو انا اعتقد كوتينيو لاعب ممكن يعطيك 5-6 من 10 جيد، انت لو كوتينيو اعطاك 6 من 10 7 من 10 من كوتينيو وفلان اعطاك 6 7 من 10، انت بدك تلملم من هون ومن هون، هذا يصد لك مباراه وهذا يصد لك مباراه عشان تمشي. وبرجع اقول برشلونه لازم ما يكون هدفه هذا الموسم الالقاب. واحد بيقول يعني بيقول احنا بنلعب الكلاسيكو بسرعه مع برشلونه بنفوز 5 أو 6 ريال مدريد، دائما الموضوع يعني صعب جدا تحكي في هذا الشيء. في شغله اخيره خليني احكي عنها من النقاط اللي معاي وبعدين هحاول اخذ منكم تعليقات او اسئله يعني من عندكم. مريبا، القصه اللي طلعت الان برئيس برشلونه اعلن تماما انه ده اللاعب ما تغير حيتم بيعه، اللاعب ما له مكان في برشلونه اذا ما جدد، وتكلم انه لازم لعيبه لاماسيا يكونوا محترمين تمثيل برشلونه وما يكون كل شيء فلوس. كلام هذا الاداري صحيح، اذا برشلونه حابب يرجع يستفيد من اولاد لاماسيا ما بيزبط يطلع اللاعب 4 شهور بعدين يدق الباب بدي فلوس بدي فلوس بدي فلوس، يعني مش منطق بالنسبه للي بيحكي برشلونه. كلامه صحيح انه مش منطق كل لاعب بلعبه 6 شهور بصير بده 3 أضعاف راتبه، خصوصا اني انا منزل رواتب لاعبين، خصوصا انا في ازمه ماليه، خصوصا انا مستغني عن ليونيل ميسي. فكلام اداره برشلونه في هذا الوقت منطق، لكن ايضا لازم يعرف لابورتا انه هذا مش زمن 2003 2004، مش الزمن الاول القديم. ليش؟ اولا برشلونه ما بقدم حاليا افضل كره عشان نحكي اللاعبين كلهم حابين يكونوا معه، هذا متفقين عليه. ثانيا وهو الاهم، تغيرت كره القدم، الشباب الصغار اللي عمره 18 و19 قاعدين بياخذوا رواتب مجنونه الان على امل يصيروا لعيبه. يعني زمان كان اللاعب لازم يثبت نفسه ويقول انا مش طبيعي بعدين ياخذ فلوس، في الزمن هذا للاسف اصبح اللاعب والله انا ممكن اصير مش طبيعي فادفعوا لي فلوس الان، فتغير الوقت. فبالتالي برشلونه محتاج مشكله، يعني وضع برشلونه الان بحد مساله الشباب محتاج يحل هذه المشكله الموجوده، انه اللاعبين عم بيشوفوا رواتب عاليه تنعطى لشباب صغار في انديه اخرى، وليش احنا لا؟ ما
ما تجيش تقول لي مشكلة مالية، ما تجيش تقول لي بدأت أعتمد على ماسي، أنا ما إلي علاقة بتاريخك وسياستك وهذا الكلام. فأنا أعتقد مشكلة موريبا الآن إنه عم بتطلع بنظرة من الخارج كأنه بيلعب بعرض بالدوري الإنجليزي، ومشكلة برشلونة كأنه بيتكلم بقيم برشلونة تاعت لاماسيا. الاثنين عم بتطلعوا على القضية من منظورين مختلفين، وبالتالي كان صعب جدا يتفقوا. الآن حلو برشلونة ياخذ موقف ويخلي موريبا يطلع، لكن هذا فيه خطر. شو الخطر؟ انه لو مريبة طلع وتألق ولعب كويس واخذ راتب، كل الشباب الصغار الثانيين حيجدوا الباب بدنا نطلع، لانه هي طلع ونجح. فبالتالي او لو طلع فشل ممكن برشلونه يكسب هون اللعبه مع الشباب، شوف شو بصير فيهم اللي بيطلعوا، اهدوا تنظبط امورنا نعطيكم راتب. وبالتالي مريبة مساله فيها مغامره، لكن انا شايف موقف برشلونه منطقي من وجهه نظره، وموقف اللاعب ايضا منطقي من وجهه نظره، وكل واحد بيلقى مصير قراره. بالنسبه لجريزمان ما نستعجل، ما نحكم. بالنسبة لديباي رائع، بالنسبة لديونغ شفناه رائع، ما نحكم على الناس من المباراة، ما نحكم لسه بدايات الموسم يا شباب. بشوف التعليقات أنا لسه الموضوع، واحد بيقول لي بدك ترفع معنويات مشجعي برشلونة، ما برفع معنويات، كل شيء حيبين بعد 7 و8 و10 مباريات. في كثير ناس عم تتكلم عن عودة فادي، فادي لو رجع أو حتى لو ديمبلي كان موجود كجناح كانت الأمور حتكون أحسن. اليوم التمركز لو كان الأجنحة موجودين، شفتوا لما ينزل يوسف ديمير وسع عرض الملعب، لما نزل روبرتو زاد الحركية، الفريق تحسن. أنت كل ما يكون عندك خيارات في الملعب، كل ما عندك يكون خيارات بالدكة، كل ما يكون عندك أدوات تقدر تجاوب فيها أي مشكلة في برشلونة. برشلونة اليوم قدم 70 دقيقة سيئة، هذا لا نقاش فيه، لكن نتكلم في أسماء كثير لسه الفريق ما استفاد منها، لسه في وقت. الفريق يعني يصلح نفسه. في ناس بتكلموا عن كأس أندية أبطال العرب، للأسف أنا ما شفتها لأني كنت عم بحضر في برشلونة. نوصل هون لنهاية حلقة هذا الفيديو، كنت معكم أنا محمد عواد، دائما تلقوني فيسبوك تويتر إنستغرام، وشكرا كثير لكم، وأنا إن شاء الله حرفع الفيديو على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.